انت في علاقه زايده كيف كيف بين سي هذوما اللي مشاو للمتحيل بالقاسم هذوما هذيا، هل تعتبرهم ضحايا ام مذنبات؟ اختي مان انا اول حاجه والله شوف ايش نقول بالله، شوف حتى الساده المستمعين اختي مان يعملوا مقارنه ما بين الكلام اللي كان يتقال مع الفقره اللي قبلها مع كلام الدكتور كريم عايش ربي يحفظك، يعني حتى معناها تتشبع بالمعلومه، المعلومه اللي تحسها ماشيه في بلاصتها، المعلومه الراكزه، المعلومه بالدراسه، المعلومه العلميه. باش نحاول انا والله باش نعمل اضافه صغيره لكلام الدكتور كريم، هي ايتين في القران، ايه الاولى في سوره الزخرف، ربي سبحانه وتعالى يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، يحكي على فرعون ربي سبحانه وتعالى قال لهم أنا ربكم الأعلى وأنا وكذا وأنا وأنا وأنا، شو عملوا قومه؟ قال فاستخف قومه، هو استخفهم فأطاعوه، قال ربي هل هما ضحايا؟ قال لا، قال إنهم كانوا قوما فاسقين. أنا واحد من الناس أختي إيمان من 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 قريت راني إيش كتبوا الناس وإيش كتبوا الدكاترة على الوضعية هذه، منهم الدكتورة ألفا يوسف نحييوها، تكلمت قالت إنه معنى ما يحس الجمرة كان يعرف بالمعنى هذايا بالكونتكست هذايا، نقول أنا لا، ثم حاجة أخرى، ثم آية أخرى، آية ثانية هذايا باش نتعدى بها، هي آية سورة الذاريات يقول ربي سبحانه وتعالى ففروا إلى الله. اليوم شكون علمنا كيفاش في عائلتنا نتكلم في السيستم ادوكاتيف، السيستم التعليمي متاعنا، في اعلامنا بصفه عامه، شكون علمنا نفروا الى الله؟ علمونا نفروا يمكن الى حاجات نظنوها فيها حلول، نظنوها فيها الناس هذوما انا كيفاش نراهم اختي مان. اول حاجه السيد اللي قال عليه ما يذكرش اسمه دكتور كريم، انا نسميه مسيح دجال بوانتيان، مسيح دجال تونسي. هذايا قاعد يقدم بشويه بشويه وقاعد يخوف الضحايا وقاعد يجيب ضحايا ما بين قوسين، لانه ايش تسميهم انت شيخ محمد؟ انا نسميهم انا بطريقه او باخرى يلزم يتعديوا على الاقل حتى على تحقيق، حتى يتكبسوا شوي، لانه مش معقول اليوم يولي عنا اللعب بالافكار بالمرونه وبالسهوله هذه، يكون معناها اليوم نستنى وليت نستنى في الـ في الـ في البحث انا شي يقول والتقرير الرسمي نتاع النيابه العموميه اش تقول باش نجم نرتاح شويه، مانيش مصدق اليوم اللي 900 امراه اليوم تقول اي على 14 مره على عمليه، معناها اليوم ما معناها صغير ولا كبير نجم يقول لك راهي غالطه ما تجيش، معناها عمره ما يكون الدواء هكاك، عمره ما يكون الا حاجه واحده اختي مان، وذي اللي خايف منها انا على الاخر انه ولا المقابل اللي طلبوا سي بالقاسم اليوم اللي هو كان معاشرة ذيك المحرمة بلد ما عندهاش معنى عند الناس. أيوة معناها سي با سي انتيريسون، معناها شنو معناها شنو يطلب هو يا اخي طلب 14 محسوب وهذه اللي تطلع هكا يا اختي راهي كارثه باتم معنى الكلمه. اليوم مجرمه نحن، اليوم نحن كأيمة انا نقول لك انا نعترف اليوم كامام اني انا مجرم في حق الشعب التونسي، لاني ما عرفتش كيفاش نخاطبه الخطاب الصحيح، ما عرفتش كيفاش نعبيه بالعقيده الصحيحه، ما عرفتش كيفاش نعبيه بالايمان الصحيح، ما عرفتش كيفاش نعبيه بالايات القرانيه. شنو الحكمه؟ قال لك الحكمه كانت منين تعرف من